هي والدته فين؟ كانت بايتة معاه طول الليل، قلت لها تروح ترتاح شوية وتعمل أكل وتيجي. خليل، على فكرة بقى أنا عند وعدي. مش أنت رايد في السرير كده ومش قادر تتحرك وعامل نفسك عيان؟ بس أنا هطلع أجدع منك، والشركة اللي قلت لك عليها هدخلك فيها شريك. آه، هدخلك فيها شريك. لازم نتحرك عشان الواد ده ما يروحش في رجليه. انت عارفه البلد دي اللي معهوش فلوس ممكن يموت. انا لازم اروح التامين واعمل فضايح. طب هو عنده تامين صحي؟ لا. طب هتعملي ايه؟ بقول لك اعمل فضايح. الحكومه ما بتحبش الفضايح، واللي صوته عالي ممكن ياخد اللي هو عاوزه. ما دام ما عندوش تامين صحي ايه لازمه الفضايح بس؟ هو اي حاجه وخلاص، إن شاء الله حتى مبلغ صغير يساعدنا أي حاجة. بس أنا ازيك؟ دكتور مجدي، كويس قوي إن حضرتك هنا. عامل إيه؟ الحمد لله تمام. عن إذنكم بقى أنا هروح أطمن عليه. طب اتفضلي. هو عامل إيه النهاردة؟ النهاردة أحسن كتير الحمد لله. ولو إني يعني مش حابة المستشفى دي، عشان بيقولوا لو ما دفعناش الفلوس ممكن يخرجوه، ولو خرج هيموت. يرضيك يموت؟ لا، ما يرضينيش انه يموت. وعشان ما يموتش انا دفعت الاسبوع ده كله لحد انت يعني ما تتصرفي في الباقي. بجد؟ بجد. احنا مش وحشين قوي كده. انا مش عارفه اشكرك ازاي. ودينك ده انا هرده، هيفضل دين في رقبتي والله. لا لا، ما تشيليش بالك من الحاجات الصغيره ديت، بعدين نبقى نتكلم فيها. هي نجلاء فين؟ ما جاتش يعني؟ لا، ونجلاء هتيجي ليه؟ هي ملهاش اي علاقه بخليل. طيب يبقى سلمي لي عليها. من عينيا الاثنين. يا متر، فرحني. ايه؟ ايه الكلام العبيط اللي انت بتقوله ده؟ يعني ايه؟ قانون ايه وزفت ايه؟ ايوه، قانون ايه اللي يقول ما اشوفش ابني الا ساعتين كل اسبوع؟ وامه هي اللي تجيبه واشوفه. لا لا، انا ما ينفعنيش الكلام ده. اتصرف. لو سمحتي. هو الدكتور مجدي يتجوز؟ لا، مين طلب؟ ايوه يا نجلاء، بقول لك ايه؟ البسي بسرعه وقابليني قدام التأمين الصحي. يلا. اقعد امريكا، ياك يجي لها مصيبه تشيلها، يجي لها زلزال ولا بركان. شرق اوسط جديد ايه ده اللي بتتكلم فيه؟ ده مين اللي جاي الساعه دي؟ طيب جاي. بسم الله الرحمن الرحيم. عايزه ايه؟ في ايه؟ ايه يا وليه، مش هتقولي لي اتفضلي؟ والنبي بمسح النهارده يوم المسح الشقه تبقى غرقانه ميه. يا اختي وعي كده وخليني ادخل. بسم الله الرحمن الرحيم، ما الشقه زي الفل اهي. ايه مش عايزاني ادخل؟ شفتي يا اختي؟ عشان انتي مبروكه، الارض نشفت. اتفضلي. يزيد فضلك. والنبي كنت ناوي اعمل لك شاي، بس الانبوبه فضيت ولسه ما ركبوش الغاز. ما الحكومه يومها بسنه. ولا اقول لك انبوبه احسن بدل الفواتير ولا ايه؟ انا عايزه احمد يعدي علي. يوه، ما تقولي لابنك، ما هو ليل نهار معاه. انا مش عايزه ابني يعرف ان انا عايزه احمد في حاجه. ليه؟ ليه يا اختي سر؟ لا، لو سر تقولي لي عليه على طول، ما اقدرش اقعد كده. ده انا الفار يلعب في عبه وتنه يلعب كده ما يسكتش لحد ما اعرف ايه السر. انطقي يا اختي. لا فار ولا قط، اهدي على نفسك شويه. انا عايزه اسال احمد على حاجات كده بخصوص متولي، ومش عايزه ابني يعرف ان انا بتقص من وراه. طيب
يا اختي الاخبار بقت تجيب لي الضغط. انت عارفه ان البورصه خسرت 1%؟ الواحد بقى يشيل فلوسه في جيبه بدل ما تضيع. ولا التانيين اللي إلهي ما يوعوا ولا يقوموا دول هيفنجروا سينا؟ قال ايه؟ هنفجر البلد عشان خاطر البلد؟ ليه؟ فاكرنا دقينا عصافير ولا ايه؟ فوتك بعافية. اقعدي اعمل لك قهوة. من شوية كانت الأنبوبة فاضية. من شوقك. تكون عايزة من ابني ايه الولية دي؟ لا تكون حط عينها عليه. حسب النسوان لما بتكبر بتتخبل. ومال ايه يعني؟ وانا اعمل حاجة غلط ولا اعمل حاجة غلط؟ بعدين بصراحة بقى انا لازم اخد خطوة. اهلا، ازيك يا عم جمال؟ اتفضل. عمي وزفتي ايه بس؟ انت بتقول حاجه؟ لا خالص. اتفضل. والله انت نورتني النهارده. ربنا يخليكي. اتفضل. شكرا. خير ان شاء الله. كمان يا انا كنت عاوز اكلمك بحاجه يعني. اتفضل يا عم جمال. طب هو في حد هنا الاول؟ لا. ليه؟ كاميليا. نعم. انا معجب بيكي وكنت عايز يعني كده يعني. ايه؟ مش فاهمه. ارجوك ما تصعبيش عليا الحكايه. انا عايز اتجوزك. طيب تمام، أنا مستنيك في المكتب، متأخرش. باي باي. حكمت المحكمة على المتهم عبد الله خالد متولي بالسجن 20 سنة مع الشغل والنفاذ. أنا عايز أقابل مدام زينب من فضلك. على فكرة أستاذ سمير كان لسه هنا من شوية، أنا قلت أكيد إن أنت جاي تشوف. لا، المرة دي جاي أقابل زينب هاني. طب تمام، حاضر، اتفضل وأنا هبلغها دلوقتي. شكرا. أوكي. على كل حال أنا في المكتب، خلصي اللي في إيدك وتعالي لي على طول، عايز أتكلم معاكي في كذا موضوع. جرأة إيه يا أيتن؟ ما تسيبي ميرة وطلعيها من دماغك شوية. اه عاجبني اللي بيحصل. عايزه حاجه؟ سلام. شكرا. صباح الخير. صباح الخير عبد الله. معقول؟ ايه مش مصدقه ولا ايه؟ وحشاني جدا يا زينب. اهلا. أهلا. دي مقابلة تقابليني بيها بعد السنين دي كلها ولا إيه؟ لا طبعا. إزيك؟ أنت عامل إيه؟ أخبارك؟ تشرب إيه؟ طب اتفضل اتفضل استريح اتفضل. أنت قلقانة مني ولا إيه يا زينب؟ أبدا أبدا، هقلق من إيه؟ بالعكس يا عبد الله، ده أنا مبسوطة أوي إني شفتك النهاردة. مبسوطة. حلوة الشركة. حلوة أوي. راس مالها قد ايه دي؟ مليون ولا اتنين ولا تلاتة؟ واه دي الفلوس اللي بلاش نفحر في الماضي يا زينب. هو انت خرجت امتى؟ يهمك؟ اصل انت مش فاهم اللي حصل، انا هحكي لك. لا تحكي ولا تعيدي ولا تزيدي ولا تشهدي شهادة زور زي ما انت متعودة يا زينب.
شهادة زور ايه بس يا عبد الله؟ انت مش فاهم حاجة، اصل سمير انا صدقته، هو ضحك عليا واكبرني وبقى يهددني علشان خلاص. ولا عشان ولا الكلام الفارغ اللي انت بتقوليه ده. زينب انا تعبت، تعذبت، اتهنت في السجن، راح من عمري 20 سنة. 20 سنة أنا خارج من السجن وما بفكرش أبدا إن أنا أهوب تاني ناحية السجن. أي حد يا زينب بيتسجن ويتان ويتعذب وعمره روح ما بيفكرش في لحظة إنه يرجع تاني. أنا بنت الناس راجع عشان آخد حقي أو تعوضيني. تعوضيني أنت والبيه بتاعك.